أستاذ إبراهيم، إحنا في برنامج اسمه هات الحل. أنا عارف لي أنت رجل قانون ومحامي، ولكن الحالة في تونس تشعبت وتعقدت، وأصبح تقريبا الوضع بكله، فهمت؟ الوضع بكله الاجتماعي تداخل في السياسي، في الاقتصادي، في التنموي، في القضائي، في كل شيء. الآن تقريبا احنا في وضعية اللي يعني تكاد تدخل يدك ولا تكاد تراها، فما ظلمة كبيرة ياسر. كيف ترى الحل في تونس؟ يعني هل انه يعني سمعني، عارف انت مش بالضرورة السياسي، مش بالضرورة هو اللي ينتمي لحزب، لانه انا اعتقد انه السياسي هو الذي يغير، هو الذي لا طبعا، لا لا ما هيش تهمه، راهو سياسي، انا ما عنديش انتماء سياسي، ما هيش تهمه، بالعكس الشخص اللي عنده انتماء سياسي عنده شجاعه وعنده رؤيه، معناها باش نخرج من هوني، باش نحاول نوفر بعض عناصر الاجابه، طبعا املك حلا شاملا، وقد يكون الحل في عدم البحث عن حل، لانه اي لانه يجب البحث عن حلول ليس حلا. لكن كي تقول استاذ ابراهيم الحل في عدم البحث عن حل، احنا مش نحكيه على حل، معناتها اليوم كما قلت انت الوضع معقد جدا. مش افتح يا سمسم، نعم بالضبط، ما هيش خلطه سحريه، لكن المواطن الان، خلينا من المواطن الذي صفق للانقلاب، حتى المواطن الذي صفق للانقلاب الان تغير موقفه، لكن غير قادر اليوم انه يمر الى المرحله ما بعد تغيير الموقف. علاش؟ لانه فما حاله من الخوف وحاله من الشك والريبه، فهمت؟ انه ما قبل 25 قد ما قبل 25 نحكيه على 24، اذا عاد ممكن نعود الى ما كنا عليه قبل، فهمت؟ وهذه تقريبا حاله الخوف وحاله التردد عند المواطنين. والله ما يستفزني حقيقة، يعني في المشهد الشعبي ولا الإعلامي، أو هو هذه الحتمية متاع 24 و25. نعم، ف24 جويلية كانت فيها عيوب، و25 جويلية يعني زادت هذه العيوب وحدنا تماما عن الطريقة الذي افترضوا أن نسلكه. وبالتالي أول حاجة علاش أنا كتونسي نلوج شكون باش يجيب لي، شكون باش يعمل لي، يعني فما علاقة زبوة أنا دخل معناها تأسست مع الأنظمة الحاكمة، معناها مش مع قيس سعيد، ومش مع معناها ما قبل قيس سعيد، ومش مع بن علي، ديما تونسي ولا انتهازي في علاقته مع الحكم، كأن الحكم مش نتاعو، كأن الدولة ما هيش نتاعو، نعم كأن الدولة جات باش يتنزلها هو على حاجات وتعطيه هي حاجات، لا مش هذه الدولة. ثم أنه فما معناها قيم على بداهتها غائبة. ها مش نرجع للسياسي، مثلا الأحزاب السياسية، ومش اللي زمروا، اللي قالوا نحن نقاوم ونحن ضد الانقلاب، إيه لكن كحزب سياسي أنت موقفك مش معناها تقف أني ضد الانقلاب، إيه ضد الانقلاب ومن بعد، فعلا إذا كان مش نرجع ما قبل الانقلاب مش نولي معناها نعالج في النتيجة مش في الأسباب. وين معالجة الأسباب؟ وين المشروع المجتمعي والسياسي للأخيان المعارضين؟ يا سيدي ما قلناش اتحدوا، فهمنا اللي هما ما يتحدوش، أما وين رؤيتهم لما بعد الانقلاب والإصلاح والوحدة؟ معناها ما هيش المسألة في أنه قيس سعيد نحيوه ولا نرجع للانتخابات كما كنا، فهمت شنو هو؟ يعني فماش رؤية، فماش تصور. نعم بالنسبه للي معناها في التو في النظام القائم، معناها ما قال حتى لحد، نعم معناها اذا كان قبل كنا اون فيغا فيو، معناها الملاحه بالرؤيه، توا معناها اون فيغا كولوجيون، معناها
الملاحه بالارتطام، يلزم يدخل في حاجه وتتكسر الدنيا باش يفهم اللي فما مش. فهذا التصور هذا هو في الاخر الشيء يصلح السياسي. وعلاش الحزب من الاحزاب معناها واجبه وضروره في الدوله، هو هذا التصور، هو هذا التعقل للاشكاليات والتصور لحلها. اليوم ما فماش تصور لا معناها جملي لا تفصيلي. تقول لي انقلابي، نعم الله يبارك انقلاب ويسقط الانقلاب متفاهمين، لكن انت دورك ما يقفش عند سقوط الانقلاب. انت دورك باش تقولنا بعد الانقلاب شنو نجمو نعملو كتوانسة، وتوانسة بيدهم يعني. علاش معناها ما اول حاجه العمل، نحن شعب لا يعمل. وثاني حاجه علاش لا معناها شو هو المشكل ان القواعد تنتظم وخلي يا سيدي ياخذ الوقت اللي يلزمو ياخذ. بالك نحن في 2011 معنا عملنا كي البولشيفيك استبقنا. نعم تعرف قبل الثورة الشيوعية كيف ما انكسر جماعة قالت نستناو المجتمع الروسي لين يولي رأس مالي وبعد نجيبوا الشيوعية نتاعنا. جماعة قالت لا من توا، بالك استبقنا حتى نحن وفشلنا كيفهم انت. نعم. وبالتالي هذه معناها الأسئلة اللي يلزمها تطرح. والوقت توا هو وقت قواعد، مو شارع بمفهوم ظاهرة، قد يكون ذلك معناها مطلوب، لكن شارع بمفهوم تعبئة في وسط الناس، تعبئة حول أفكار، تعبئة حول تصورات، تعبئة حول إصلاحات. وين تصور الإصلاحات؟ تقول لي قيس سعيد ما عندوش تصور إصلاحات، صحيح، هي أنت شنو تصورك الإصلاحات؟ فهذه الإشكالات. ثم أنه هالشيطنة بتاع الأحزاب السياسية وبتاع السياسة في حد ذاتها هي شعبوية تضر أكثر من اللي تنفع. يعني هاو شفنا معناها التجربة بتاع النظام هذا اللي يدعي أنه معناها كذا أقصى شعب تمام. وبالتالي ما فماش معناها مش فماش حلول، لا تأتي من وراء البحار ولا تأتي من السماء، الحلول تأتي من الأرض، من العمل، من الوعي، من الالتزام. هذا هو فالشعب في معنى ما هو ضحية ولكنه جلاد كذلك. هو في التحولات الديمقراطية عادي ألا يكون الشعب واعيا بما معنى انتخابات وما معنى أحزاب وما معنى دولة. فالتعاطي اللي كان فما موجود مع أول حاجة الديمقراطية اختزلناها في الانتخابات. نعم. ثاني حاجة معناها معناها البعض كأنها كورة، معناها ماهوش عنده فريق مفضل. إذا كان فريقه معناها يلعب مليح ولا وهو فريقه المفضل، فالانتخابات والسياسة ما تكونش هكا. وفي السياسة ما فماش نحب ونكره، فما نوافق وما نوافقش. وبالتالي الشعب هنا مسؤول، يعني يمكن مسؤول في العشرية، مسؤول عن العشرية أكثر من مسؤول على وقت بورقيبة ولا وقت بن علي ولا النظام الراهن. نرجع لقضية الوعي، ولكن قضية الوعي تتحمل النخبة دور كبير فيها، دور كبير في قضية الوعي، لأن النخبة إذا هي لم تنزل إلى مستوى المواطن حتى تبلغ الفكرة وحتى أن المواطن هذا يصبح واعي بمسؤوليته بدوره، يعني مش نلقاو ديما في حالة صراع ولا في حالة انفصام بين النخبة وبين الشعب، وهذا اللي حاصل الآن. والله ما انت أول حاجة أنا متحفظ ياسر على مصطلح النخبة ومصطلح مثقف، يعني أتبنى ما قاله معنا بعض الفلاسفة قالوا عندما سمعوا إلى كلمة ثقافة تحسسوا مسدسي. يعني يقولوا نخبة نخبة، ما معنى نخبة؟ نعم. ثم أنه هالصراع بين النخبة والشعب هو يعني أحد الشعارات التي ترفع الآن في إطار تغيب المشاكل الحقيقية للشعب، في إطار يعني إخفاء هذا الفشل الذريع وهذا يعني السقوط نحو الهاوية اللي قاعدة تعيش فيه تون. نعم. انشيتنو النخبة، انشيتنو الشعب، انشيتنو الغني، نطمعوا الفقير، ما هذه كلها مش حلول. لكن دون شيطنة ودون صراع بين النخبة وبين الشعب،
اليوم الوضع اللي انت تعرفه اكثر مني، يعني الوضع اللي عايشه المواطن التونسي، احنا نحكيه تقريبا على 1.5 مليون ياكلوا من الزبله في تونس، اكثر من 4 ملايين، 4 ملايين و800 تحت خط الفقر. الناس اليوم الماء مش موجود، الماء يقص والضوء يقص والخبز معناتها تشد صفوف ما يصفوف. الناس معناتها ظروفها اصبحت كارثيه، يعني حكايه الدوايات في تونس ولات كارثه، يعني خاصه الناس اللي عندها الامراض المزمنه، السرطان والسكر وامراض الدم، ناس في وضعيه غير عاديه. انا نقول فما ناس عايشه لبس عليها، وفما ناس الان معناتها تتعرض الى معناتها فعلا ماساه كبرى. كي نقولوا احنا نقولوا النخبه لابد انها معناتها توعى بالدور نتاعها اللي يلزم تلعبه في توعيه الشعب وفي القرب من الشعب. رانا ما هي شعبويه هذه، لانه قيس سعيد اثبت اللي هو غير معني بالشعب. قيس سعيد اثبت اللي هو الكلام اللي يقول فيه عنده عامين، كلام الهدف نتاعه هو تنويم الشعب. الشعب الان فاق، اللي هو الان السيد هذاك قاعد يحكي في حكايه فارغه ما عنده حتى معنى. لكن للاسف بالك انا غالب، هل انه النخبه تنتظر اللي الشعب هو اللي يتحرك من اجل ينقذ نفسه، ام انه النخبه السياسيه هي لابد انها تنزل للشعب تقترب منه من اجل انه تاخذ بيده؟ وانا هنا هذه المعضله الان، لانه نسمع في بعض السياسيين يقول لك والله خليه تو الشارع الاجتماعي هو اللي يطيحه، وفما ناس يقول لك يستاهلوا، فهمت، مع انهم صفقوا له المره الاولى، فهمت، وما دفعوش على الديمقراطيه. اعتقد في مبالغه في الجانب هذا ولا يعني ممكن؟ والله انا اشوفه قصار نظر. نعم، لانه اللي يستنى في انفجار في الشارع ما يعرفش الحريق وين ينتهي. نعم، اذا كان هو معناها في سبيل اسقاط نظام قيس سعيد، ولا قيس سعيد يضحي بتونس كلها، معناها باش نوليو نحرقوا في الغابه على خاطر نمله. نعم، هل ترى اليوم ان هناك عمل، خليني نمشي معك، نخبوي في الشارع؟ ما فما شيء، فما ناس تهافت على وسائل الاعلام ويبدو انه هذيك الطريقه اللي يعرفوها، يعني ما ومزايدة، يعني معناها في حوار مع صديق نحكيه على يعني كما تفضلت انت جماعة النخبة هذوما خاصة السياسية، فأغلبهم محور الكون هو الأناء، وما هو بيده مش قابل للخلاف. لين قمنا نضحك وقلنا شعار كلنا قيس سعيد ما هوش غلط برشا، يعني كلنا نعم بمفهوم نشبهه له، مش كلنا نعم معاه. نعم بالضبط. فبالتالي ما نجمش نقول لك لا، انه دور النخبه ودور الشعب بيدو انه يوعي روحه انه يتنظم. اليوم ما فماش هذا، ما ريناش معناها، لا نخب عندها تصورات جديده وحامله الرساله ولا المشروع، لا شعب ورى انه تعلم من الاخطاء نتاعو. نعم، يعني احنا مش ممكن يكون عندنا ناس كما ابراهيم بلغيث اللي هو كما قلنا محامي معناتها في وضعيه مريحه يرفع قضيه كبرى معناتها بالدوله التونسيه اللي هي معناتها انتهكت القانون والحقوق، يعني ما عندناش ناس اخرين كيما ابراهيم بلغيث في الجنة. لا 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 قطعا عندنا الاف من الناس اللي تقوم بواجبها. سؤالي استاذ ابراهيم، ما عندناش بنفس الطريقه كيما ابراهيم في الجانب المحاماة، ما عندناش ناس في الجانب الاقتصادي يحكيوا على الكارثه اللي قاعد يقوم بها قيس سعيد، ناس في الجانب الاجتماعي، ناس في الجانب الصحي، ما شفناش ناس حقيقه نتفرجوا على ماذا يحدث في تونس، يعني غير القضيه هذه الكبرى اللي تقريبا احدثت معناتها زلزال بالنسبه للانقلاب، لم نرى كما قلت انت فماش شكون الان يعارض في الانقلاب بمشروع اقتصادي واضح جدا ويقول رانا احنا قادرين نجيبوا حلول، واللي يعمل فيه قيس سعيد قاعد يهدم فيه في تونس. كيف في الجوانب الاخرى الاجتماعي الصحي التعليمي، يعني كانه النخبه التونسيه كما قلت انت كل واحد قاعد يخزر لخيوط صباته
ويشوف في الأنا متاعه فقط، وأنا ضد الانقلاب فقط، لكن هذا ما عادش يكفي اليوم. والله شو أقول لك، يمكن نحتاج مزيد إلى الوقت باش تتعلم نخبنا، وباش تتعلم تنظيماتنا، وباش تتعلم أحزابنا، تنفتح على الناس المعبية مش على الناس الفارغة واللي تحكي، وتفهم اللي دورها هي تصور حلول ماهوش نقد مشاكل فقط. إذا كان هذا يلزم وقت فليكن. أنا أكثر من هكا، أنا كي رأى جامعة تونسية والحركة الطلابية ما فيها شيء نترعب. نعم وقت اللي كانت هي القاطرة، لأنه الطالب ما يحسبش كيف السياسي. اليوم الناس الكل ولا تحسب. بالنسبة لي إذا كان مش ينتصر للديمقراطية، هو ما هوش مش ينتصر للديمقراطية، هو كان مش يجي ضد الانقلاب، سكو مش يخدم الجماعة اللي كانت قبل الانقلاب. وبالمنطقة هذه ما نجموش نوصلوا معناه.